خلينا نروح لنجماتنا، نبتدي بوعد. وعد يعني يمكن موسم ناجح ليك وبطوله عربيه، بطوله دوري، الله اعلم الكاس هتلعب ولا لا، ما اعرفش. الكابتن هيقول لنا بقى الكاس البطوله مش منتظمه معاكم ولكن ممكن تتلعب. شايف الموسم ازاي؟ ابتدي بقى بطوله عربيه وعدي لي بقى بالتمارين وصلي لي للدوري، كلميني على الموسم بقى، خدي راحتك. الموسم كان طويل قوي وبصراحه كان تمرينات كتيره قوي. كابتن عادل وكابتن احمد كانوا دايما معانا وكانوا بيشجعونا ان احنا نيجي اكتر عشان نركز. الدوري ما كانش سهل زي ما كابتن عادل قال، كان في نوادي كتير قوي كويسين واللعيبه كلها كانت كويسه. يعني احنا ما شاء الله كل اللعيبه الثمانيه اللي موجودين كويسين يعني، او ودينا كانت ما شاء الله مديانا ثقه كمان طبعاً. دينا مشرف. فكان الموسم كان طويل قوي بس كابتن عادل كان دايما معانا وكابتن احمد يعني الحمد لله. طب قولي يا وعد على المستوى الشخصي، ايه احلى مباراه لعبتيها السنه دي؟ يعني افتكري لي كده من الاول، يعني امشي لي الموسم كده كده، افتكري لي مباراه او اتنين انت لعبتهم حسيت لعبتهم كويس جدا. هو رششها يا كابتن مش فاكر. استاذ منصور او سموحه. يعني الماتشات كلها كويسه يعني مفيش حد قليل، يعني مش زي السنه اللي فاتت او اللي قبلها، لا السنه دي الموسم ده الماتشات كلها الناس اللي بره كويسين جدا. طب وليه وعد عايز اسالك سؤال، الفرقه عندكم في السيدات كلها نجوم نجوم بجد مش هزار يعني، يعني ممكن الجهاز الفني يغمض عينه كده ويختار اي حد. يعني دايما كنت بقول لكابتن عادل كده، حضرتك اكيد متلخبط هتنزل مين؟ صحيح. هتنزل اي حد، كلنا ما شاء الله كويسين. لا خالص، احنا كلنا يعني من كتر ما احنا الحمد لله بنكسب عشان كده احنا بنحب بعض، يعني احنا عشان بنحب بعض بنكسب. اللي بينزل يكسب او اللي بينزل يلعب اللي بره بيشجعه قوي وكانه هو اللي بيلعب، فده لا خالص يعني كلنا قلبنا على قلب بعض. طيب يعني نتكلم عن الفرقه الثانيه، يعني ايه اكتر ماتش يعني بيبقى تقيل على قلبكم شويه؟ يعني هو الموسم ده يعني كصعب يعني فنيا. الموسم ده كان بتروجيت متهيألي. بتروجيت كانت فرقه كويسه. كانوا كويسين جاهزين اكتر، بس احنا الحمد لله زي ما كابتن عادل قال المجمعه الثانيه كنا حتى قبل ما نلعب الماتش كنا عارفين ان احنا الحمد لله اول يعني مرتاح. اول مرتاح. يعني ما فيش الحمد لله بدون ولا هزيمه، دي حاجه بالظبط. فده كان متهيألي كان اصعب ماتش فيهم. بس طيب يعني السنه الجايه طموحاتك ايه؟ امالك يعني الحمد لله احنا خلاص خدنا الدوري، السنه الجايه ممكن الله اعلم برضو الكاس هتلعب ولا لا، برضو مش دايما بتلعب، بس هنتكلم عن السنه الجايه. عايزه ايه؟ عايزه تحقق ايه السنه الجايه على المستوى الشخصي؟ خلاص الفرقه الحمد لله باذنك يا رب ان شاء الله هنكسب باذنك يا رب، ولكن بتكلم على المستوى الشخصي انت عايزه تحقق ايه؟ يعني ان شاء الله انا محترفه اصلا في الامارات بره، فاي بطوله فرديه ما بتيجي إيه؟ العروبه. العروبه اول برضو هناك في الدوري ما شاء الله. فاي بطوله فرديه تيجي هو انا موجوده في مصر، فبتمنى ان انا اكون موجوده العبها عشان اخش والعب واسافر افريقيا طبعا وكده. بس يعني مبسوطه في الامارات؟ الحمد لله. عامله ايه هناك؟ كويسه الحمد لله. الماتشات يعني عكس مصر، يعني مصر الدوري مثلا ممكن يخلص على اسبوع، هناك لازم كل اسبوع. كل اسبوع ماتشات؟ كل اسبوع 3 ايام في الاسبوع ماتشات. فكان انت بتدرسي ولا خلصت؟ خلصت عشان كده رحت الامارات. لو كنت بتدرسي كنت شاطر. طب وليه انت هناك لوحدك ولا معاكي حد من اسرتك ولا؟ لا لا لوحدي. لوحدك يعني. بس مبسوطه هناك؟ الحمد لله. بتقعدي قد ايه هناك وهنا؟ يعني بقعد هناك، انا متفقه معاهم هناك اللي انا لازم اللي انا انزل قبل الدوري هنا اهو علشان اتمرن واكون في وسط الفريق وكده اهو. مش شرط كده. فهو بصراحه يعني كابتن اشرف حافظ بصراحه تقبل الشرط ده وقال لي تمام ماشي وبس يعني الحمد لله. كل التوفيق ليك يا رب. ربنا يخليك. يعني حاجه جميله وحاجه مشرفه الحقيقه. شكرا. طب اجي لك بقى يا رؤى الناجي طبعا نجمه الفريق، هتقابلنا قبل كده وكان مكسب، كلميني على الموسم بقى وعلى البطوله العربيه. نفس الكلام اللي قالته وعد، نعدي بالبطوله العربيه والموسم، كلميني عن تعبكم طول السنه، يعني احكي لي كده فضفضي معايا. هو الموسم ده فعلا كان طويل قوي يعني عشان كمان الدوري اتاخر، فاحنا قعدنا وقت طويل قوي، بس الحمد لله كنا بدانا الاول مع النادي الانديه العربيه، يعني كانت بطوله كويسه قوي، حضرنا الحمد لله ناخد اول. بعدها برضو كان في بطوله فردي تحت 19 سنه الحمد لله قدرت اخد فيها اول، يعني كانت اخر بطوله في الموسم، فالحمد لله ان انا ختمت الموسم بيها. بعدين الدوري جه بقى كمان الحمد لله قدرنا يعني ان احنا نكسب في الدورتين ما نخسرش اي ماتش. طيب من وجهه نظرك كان اصعب ماتش ايه؟ متفقه مع طبعا يعني وعد وكده انه كان بتروجيت ولا مش متفقه؟ هو زي ما كابتن عادل قال في الاول برضو كان في كذا ماتش يعني صعب، هو بتروجيت ممكن اصعبهم
جزيرة الورد برضه والزمالك كان منافسة برضه قوية يعني في الثلاث ماتشات دول، ممكن كانوا أصعب ماتشات. طب وليه يا رؤى أنت بتفكري في الاحتراف برضه زي وعدي وكده، ولا مش بتفكري في الفكرة دي يعني بعيد عن دماغك؟ يعني ممكن بيجي عروض أو حاجة، بس اللي هو لسه مش بحاول أشوف أنسب حاجة ليا عشان كمان الجامعة. أنت لسه في الجامعة؟ لسه أول سنة. لسه أول سنة؟ لا ده احنا كده يعني، بس على فكرة ممكن تقدري يعني ممكن، بس لا صعبة صعبة يعني، نص السنة بتبقى هنا ونص السنة بتبقى هنا. الموضوع صعب. بيبقى صعب كمان، هو التمرين اوريدي بيبقى، بس يعني بيبقى موضوع صعب مع الجامعة عشان المواعيد مش نفس الحاجة، أيام الصبح أيام بالليل. صح. بس فعلا كابتن أحمد وكابتن عادل طول الوقت بيقولوا لنا لو أي وقت أنتوا فاضيين تعالوا، يعني مثلا بقول له هاجي بعد التمرين ألعب قبل التمرين، والصراحة هما بيعملوا الموضوع ده، فاحنا بنكون برضو بنتمرن، بيريحونا يعني قوي في الموضوع ده. طب أحلى ماتش لعبتيه السنة دي أو ماتشين وبرضه كابتن يعني عادل هيغششك؟ هي عارفة جزيرة الواحد. ماتش اني ماتش في الدوره الجماعيه الاولى في الدوره الاولى كان فاينل، يعني اخر ماتش في الدوره الاولى كان فاينل، يعني عملت ماتش حلو يا كابتن. ما شاء الله هم كلهم بصراحه يعني نجمات بامانه. طيب هنتكلم عن السنه الجايه برضه، السنه الجايه ايه طموحاتك؟ عايزه تحققي ايه؟ يمكن وعد يعني هي عارفه عايزه ايه، وقالت انت بالنسبه لك على المستوى الشخصي. هو اول حاجه ان شاء الله عندي بطوله افريقيا تحت 19 سنه في اول 7، فدي ان شاء الله يعني هدفي فيها ان شاء الله يعني اقدر اخد البطوله دي اول حاجه، لان هي بتاهل لبطوله العالم بعدها. صحيح. يعني انت ممكن لو كسبتيها تاخد تروح بطوله العالم. هو بنروح فعلا لو في الفرق بنروح از تيم، وفي الفردي اللي بياخد اول وثاني. ف ان شاء الله بتوفق فيها ان شاء الله. الله دي اول حاجه يعني عندي في اول الموسم. حاجه لا في شهر كام؟ اول 7 ان شاء الله. انت عارفه هي فين؟ هتلاقي فين ولا في المغرب؟ في المغرب. طب يعني شايفه المنافسه عامله ازاي؟ المنافسة بتبقى قوية بالذات بين المصريين أكتر، عشان هنا اوريدي هنبقى 4 من مصر، فبتبقى المصريين أقوى، بتبقى بتبقى منافسة يعني صعبة يعني، كأنها منافسة مصرية بس على أرض مغربية. يعني بيبقى فيه يعني كام حد كويس، بس قصدي مصر بتبقى أجمد شوية في هناك.